نشرة ثالثة عبر أثير فجر أفهم وشاشة الفجر الجديد، يقرأها عليكم خالد بدير. ونبدأ نشرتنا الإخبارية باستعراض لأبرز العناوين. الرئيس الفلسطيني في مؤتمر المانحين يؤكد أن إعادة الإعمار بحاجة لأربع مليارات دولار. الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي اليوم وغدا أمام المصلين. جون كيري يؤكد أن دعم الولايات المتحدة لقطاع غزة سيتجاوز حاجز 212 مليون دولار. المفتي العام يدعو لإخراج زكاة الزيت والزيتون. وتنظيم الدولة الإسلامية داعش يحاصر العاصمة العراقية بغداد. كانت هذه العناوين، ننتقل وإياكم إلى التفاصيل. شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة توفير مبلغ 4 مليارات دولار لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على قطاع غزة، وطلب بوضع حد للاحتلال الذي يحرم الاقتصاد الفلسطيني بالضفة الغربية من نحو 3 مليارات دولار سنويا. وأكد الرئيس في خطاب أمام المؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد أن عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بالمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية يدفع بمنطقتنا مجددا نحو دوامة العنف والنزاع. وأشار الرئيس إلى أن قطاع غزة تعرض لثلاثة حروب في غضون 6 سنوات أسفرت عن سقوط 3760 شهيدا وتدمير أكثر من 80,000 منزل وإلحاق أضرار بمرافق البنية التحتية والمرافق العامة ومنشآت القطاع الخاص بشكل كبير. وقال إن انعقاد هذا المؤتمر في الظروف البالغة الدقة والتعقيد إنما هو تأكيد على ارتباط إعمار قطاع غزة بمجمل الاقتصاد الوطني الفلسطيني وعلى حقيقة واضحة وراسخة، وهي أن قطاع غزة إلى جانب الضفة وبما فيها القدس الشرقية تشكل وحدة جغرافية واحدة نسعى لجلاء الاحتلال عنها. أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد وغدا الاثنين الحرم الإبراهيمي الشريف بشكل كامل في وجه المصلين المسلمين بحجة عيد العرش اليهودي. وأكدت مديرية الأوقاف في الخليل أن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي في وجه المصلين المسلمين لمدة يومين اعتبارا من اليوم بحجة الأعياد اليهودية، واستباحت جميع أروقة الحرم للمستوطنين للصلاة فيه، معتبرة ذلك تعديا صارخا على حرية العبادة في المسجد الإبراهيمي للمسلمين. وبهذا الإجراء أعاقت قوات الاحتلال حركة المواطنين في الأسواق والبلدة القديمة من المدينة، وشددت إجراءاتها على الحواجز العسكرية، وأغلقت الطرق المؤدية إلى الحرم من منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل إلى قلب البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي، وسيرت دوريات راجلة بحجة تأمين وصول المستوطنين إلى الحرم والبلدة القديمة والتجول فيها. أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم مساعدات جديدة قيمتها 112 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة. وقال كيري في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المانحين في القاهرة إن التحديات الإنسانية هائلة، مضيفا أن شعب غزة بحاجة ماسة إلى مساعدة ليس غدا وإنما الآن. وأكد أن بهذه المساعدات الجديدة تكون الولايات المتحدة قدمت أكثر من 400 مليون دولار للفلسطينيين على مدى العام المنصرف، بينها 330 مليون دولار منذ بدء النزاع في الصيف. وتقول منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن المعارك أدت إلى تدمير 80,000 منزلا كليا أو جزئيا والكثير من مرافق البنى التحتية وشبكات توزيع المياه والكهرباء. ويتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 20% خلال الأشهر 9 الأولى من العام 2014 مقارنة مع العام الماضي، في حين لا تزال غزة تخضع لحصار إسرائيلي محكم ويعاني قسم كبير من سكان القطاع من الفقر. بدوره حذر السكرتير العام للأمم المتحدة بان كيمون في كلمته من أن الوضع في قطاع غزة لا يزال قابلا للاشتعال.
دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين المزارعين إلى ضرورة إخراج زكاة الزيتون لمستحقها. وبيّن المفتي العام في بيان نصب له اليوم الأحد أن من بلغ محصوله النصاب المقدور وزنا ب 653 كيلوغرام من حب الزيتون أو ما يقابل ذلك من الزيت الناتج منه بعد العصر فعليه إخراج 10% منه زكاة إن كان يسقى بماء المطر، وأما إن كان يسقى بوسائل الري الأخرى فيخرج منه 5% زكاة للمستحقين. ونبقى في الأخبار ولكن على الصعيد الإقليمي، حيث يتوسع مقاتلو تنظيم داعش في كل الجهات على الأرض رغم الضربات الجوية التي تشنها قوات التحالف ضد مواقعه في العراق وسوريا، إلا أن المخاوف تتزايد من أن يكون الهدف القادم للتنظيم هو العاصمة العراقية بغداد التي سيمثل سقوطها منعطفا كبيرا في مسار توسع المناطق التي يسيطر عليها التنظيم. ونقلت جريدة ساندج تيليجراف البريطانية عن مسؤول عراقي كبير قوله إن 10,000 مقاتل من داعش أصبحوا على أبواب بغداد استعدادا لاقتحام المدينة، مشيرا إلى أنهم حاليا على بعد 8 أميال فقط أي 13 كيلومترا عن العاصمة العراقية. وكشفت الصحيفة البريطانية أن مسؤولين عراقيين بعثوا بنداءات استغاثة للولايات المتحدة حتى تبعث بقوات برية للانتشار في محيط بغداد من أجل حمايتها من السقوط في أيدي داعش، إلا أن ساندي تيليغراف وصفت النداء الحكومي العراقي بأنه يائس في إشارة إلى أن واشنطن لن تستجيب لذلك على الأغلب. وجاء التحذير من سقوط العاصمة العراقية بغداد على رئيس محافظ مجلس محافظة الأنبار صباح الكرحوت في الوقت الذي أصبحت فيه غالبية المناطق التابعة للأنبار تحت سيطرة تنظيم داعش. وجملة من الأخبار السريعة في نشرتنا الإخبارية، حيث ألقت الشرطة الفلسطينية على شخص زور قيادة رخصة قيادة في مدينة نابلس لهذا اليوم، وتم إحالة المشتبه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه هذا اليوم. وبالإضافة للأخبار السريعة، وقعت عدة إصابات من المواطنين في قرية العرق غرب جنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهة مع قوات الاحتلال. هذا وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجديد أوامر الاعتقال بحق 40 أسيرا وتجديد اعتقالهم إداريا لهذا العام. وضمن الخطة التطويرية والاستراتيجية البعيدة المدى، وزارة الصحة وعلى رئيس وزير الصحة جواد عواد مع أعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لتحديث وتطوير سجل السكان أكدوا أن هنالك آلية للربط الآلي بين وزارتي الصحة والداخلية فيما يخص تباليغ المواليد والوفيات في المستشفيات، حيث ستصبح هذه الملفات إلكترونيا عند حالة الوفاة أو الولادة بحيث سيتم إصدارها عن طريق شبكات الإنترنت. في ختام نشرتنا الإخبارية، هذا تذكير لأبرز ما جاء فيها. الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر المانحين يؤكد أن إعادة الإعمار بحاجة ل4 مليارات دولار. الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي اليوم وغدا أمام المصلين. الولايات المتحدة الأمريكية تدعم قطاع غزة بأكثر من 212 مليون دولار. المفتي العام يدعو لإخراج زكاة الزيت والزيتون. وبغداد تحت وطأة محاصرة 10,000 من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية داعش. مزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني الفجر tv.com وكذلك فجر.fm. نهاية النشرة، إلى اللقاء.